تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح أبواب التواصل معكم المستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم مع بداية هذا الأسبوع الذي نتمناه إن شاء الله مليء بالإنجازات ومليء بالتفاؤل. أرقام التواصل معنا وتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحكم الله بالنور والسرور في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد. إن شاء الله نبتدي هذا الأسبوع بهمة عالية وروح إيجابية وطاقة إيجابية أيضا عشان يمر علينا الأسبوع يكون فيه إنجازات ويمر علينا خفيف وننجز في أعمالنا ونوصل للأهداف اللي إحنا نباها. أذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وأكاونت هيئة الصحة دبي على الإنستغرام. حابين تقدمون شكر ملاحظات تشكرون حد موظف مركز مدير موظف أمن أي حد قدم لكم خدمة أنتوا استانستوا منها بعثونا بالشكر نوصله للمعنى إن شاء الله عشان يستانسون ويقدمون لكم في المرة القادمة حتى خدمة أفضل. ومن باب الشفافية بعد مستمعين اللي عنده أي ملاحظة على موظف على دكتور على ممرض على مستشفى على مركز صحي مركز البرشة مثلا يعني فممكنكم تتواصلوا معنا على الأرقام اللي ذكرتها الدكتورة. وعلى طاري السوشيال ميديا معانا الأخت أسمى الجناحي بسوة السوشيال ميديا في هيئة الصحة في دبي. صبحك الله بالخير أسمى. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي محمود دكتور ندى. هلا يا أسمى. الأحد اللي يحبه كل أحد. نعم أي والله أنا أحبه وأنا أحب الخميس أكثر. هذاك يونيس لا بس لمحة على الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. يوم الجمعة كان يصادف اليوم العالمي لسرطان الغدد الليمفاوية ويصادف 15 سبتمبر من كل عام. من ضمنها كنا حاطين بعض النصائح التوعوية عن هذا السرطان وحق الناس هالنوع ما يفرع لكن لازم تفحصون بشكل دائم. غير هذا ما زلنا نحب نقول لكم رسالة يومية عن نظام سالم ونحب اليوم نعطيكم معلومة عن نظام سالم راح يقلل وقت الانتظار في مراكز اللياقة الطبية والصحة المهنية وإن شاء الله على 2018 راح يكون ذاتي 100% يعني ما لقى يصيرون أي مركز خدمة على طول دش الويب سايت خلص تغلق وصير هناك على طول وخلص. ممتاز ممتاز. فكل يوم نعطيكم فيه مسج كل يوم مترك نعطيكم مسج عن النظام. الحين اليوم بعد ما نتكلم بالتفصيل إن شاء الله عن هذا النظام بتكون معنا الأستاذة ميساء البستاني بتعطينا كل التفاصيل بهذا النظام. رسالتك اليوم شو هي اسمها؟ نحب نقول لكم إن بعد أيضا نتمنى الناس يدخلون صفحة البيان يشترون صحيفة البيان أو يدخلون أونلاين أنا ملحق البيان الصحي موجود اليوم في صحيفة البيان واليوم يتابعوني في السوشيال ميديا على السناب شات والإنستغرام وفي مؤتمر صحفي لشيء كبير راح يكون إن شاء الله بين تعاون بينه وبين كلية محمد برهة الإدارة الحكومية لكن ما بخبركم عنها إن شاء الله يتابعونا على السوشيال ميديا إن شاء الله إن شاء الله وباكر نحن نغطيها بالتفصيل يلا شو تبغى. ورسالتنا اليوم 10 دقائق في بداية عملك لتحديد مهامك اليومية في العمل. اكتب مهامك رتب أولوياتك ثم تميزي إنجازهم.
المهم الأهم ثم المهم. أكيد صحيح يا أسماء. صحة وسعادة. يعطيك ألف عافية نهارك سعيد. الله مسؤولة الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة في دبي كانت معنا عبر الهاتف. أوكي. يقول اليوم أول أيام عيد المدرسة. هي والله اليوم الجميع خلاص محمود انضم للمدرسة وأول يوم رسمي. نتمنى التوفيق لكل الطلبة والطالبات والأمهات أيضا. طيب دراستنا اليوم تقول اكتشاف طريقة فعالة لمحاربة سرطان الثدي. أكد علماء من جامعة فرايبورغ الألمانية أنهم توصلوا إلى نتائج جديدة تساعد في محاربة عدد من الأورام الخبيثة وخصوصا سرطان الثدي. وحول هذا الاكتشاف العلمي المهم قالوا إن خلال أبحاثنا التي استمرت أعواما وشملت آلاف المرضى تمكننا من اكتشاف نوع من الخلايا الذي يبقى في أجساد المرضى حتى بعد خضوعهم للعلاج الكيميائي. هذه الخلايا التي يطلق عليها اسم الخلايا الجذعية السرطانية قادرة على التحول إلى خلايا سرطانية في أي لحظة، لذا فإن السيطرة على عملية تطورها تمكننا من منع ظهور الأورام الخبيثة. أضاف العلماء أن الأبحاث ساعدتنا على اكتشاف بروتين جديد يدعى KDM4 القادر على التأثير على التركيب الجيني للخلايا الجذعية السرطانية ومنع تحولها إلى خلايا سرطانية كاملة. التجارب التي أجريناها في المختبرات أكدت أن استخدام هذا البروتين قادر على منع تطور العديد من أنواع الأورام الخبيثة وخصوصا سرطان الثدي. ويعمل الخبراء حاليا على دراسة الخلايا التي توصلوا لاكتشافها لمعرفة خصائصها وتركيبها الجيني بشكل أدق وتحديد الأدوية التي من الممكن أن تمنع تطورها وتحولها لأورام خبيثة قاتلة. الله يجيرنا إن شاء الله من هذه الأمراض ويعافي كل مبتلى. آمين. دراسة والله محمود جميلة إذا كان فعلا اكتشفوا خلاص هالنوع يعني وتم عليه حين الدراسات المكثفة. فعشان بس نفهم الناس هو كيف تتم الطريقة إن السرطان هو ينمو من خلايانا طبيعية. يعني الناس عندها فكرة خاطئة إن السرطان عبارة عن خلية مختلفة أو خلية تم زراعتها، هي خليتنا العادية ولكن يحدث الانقسام فيها بطريقة لا تتناسب مع طريقة الانقسام الطبيعية مالتنا. كنا خلايا تم تنقسم بمعدل معين. الخلايا السرطانية هي خلايا عادية عندنا ولكن يستوي فيها خلل معين تبدأ تنقسم انقسامات غير متساوية تتماشى مع باقي خلايا الجسم. فالفكرة أنه بعد ما يقضى الإنسان للعلاج الكيميائي والإشعاع اللي هو مفروض يقتل هذه الخلايا اللي مثل ما نقول سميها خلايا المخالفة اللي ما تمشي حسب نظام الجسم، اكتشفوا أن في خلايا مثل ما أنت شليت الشجرة بس تمت البذرة أو الجذور موجودة هناك، هذه البذور لا تزال موجودة في جسم المرضى عشان لهذا السبب بعد سنوات ترجع لهم سرطان مرة أخرى. فهم هذا الاكتشاف رائع جدا أنه مكتشفوا النواة أو البذرة اللي تكون موجودة بالتالي تسبب عودة السرطان مرة أخرى بعد سنوات. فبيوجهون الاكتشاف هذا البروتين اللي يساعد في التحكم بهذه البذرة أو النواة لمنع عودة السرطان مرة أخرى. فالحين حسب الدراسة مكتوب لسرطان الثدي طبعا انه قاتل يعني هو سرطان قاتل عدد كبير من النساء وحتى للرجال. محمود في ناس ما تعرف ان سرطان الثدي يصيب الرجال ايضا، هي يصيب الرجال يصيب نسبة من الرجال. فاذا اكتشفوا اذا فعلا تم تطبيق هذه الدراسة بيكون ثورة في عالم علاجة السرطان ان شاء الله. يقول حمد من سنين نسمع ان لقوا علاج للسرطان كله كلام فاضي، وين لقوا؟ انا ما كنت سمعت ان لقوا. لا كان في محمود كان في دراسات وقال يقولون هذا ممكن لاحظوا كل الدراسات شو تقول ممكن تساهم في التقليل من نسبة الإصابة بالسرطان، وممكن صار في تقليل في نسبة الإصابة بالسرطان بس مو معنى تقضي عليه 100% لا تقل النسبة. طيب البشري من الكويت حاب أشكر موظفات التسجيل في مركز البرشة ومركز الجلدية أظن في منطقة جميرة والدكتور أنور الحمادي على حسن الخدمة والاستقبال، بارك الله فيكم. طبعا لا تعطي بلوك محمود. لا مو ببلوك هو بس عشان عشان قال البرشة هو التوجه أصلا حق مركز الجلدية ما علي احنا منقص بس البرشة أشكر مركز البرشة منقصة بس هذا الباقي منطرش حق الجلدية. الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم آمين. شو أعراض المرض؟ كيف يصيب الرجال وكيف نقدر نفحص عنه؟ شو رأيك دكتورة؟ نخليه بعد الفاصل إن شاء الله. بعد الفاصل ممكن رد على هذا السؤال. مستمعين أرقام التواصل معنا 600551414 ورسائل نصية على 4006 ولايف على كاونت نور دبي وهيئة الصحة بدبي على الانستغرام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي نقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن أرقام التواصل معنا مستمعينا 600551414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على كاونت نور دبي وهيئة الصحة بدبي على الانستغرام. طيب نحن توقفنا قبل الفاصل على موضوع سرطان الثدي، ولكن قبل لا نجاوب على هذا السؤال خلينا ناخذ بمصبح كمداخلة. تفضل بمصبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة والإيجابية. يا سلام عليكم. والورود والورود والياسمين وكله كله كله العطور كله. الله يخليك ابو صباح. الله يحفظك. ايش حالكم كيف انتم؟ خير الله يسلمك. الله يبارك فيكم. ما قاعد يوم سمعتكم عاد عندكم شكر وهذا شكر هي. شكاوي لا ما شكاوي. الله يطول عمركم جزاكم الله خير ما مقصرين. الله يسعدكم ان شاء الله. طول عمرك. الله يحفظك. ماشي انا عندي بس الله يطول عمرك رساله شكر لدكتوره بس ما شاء الله عليها من الناس المثابرين ما شاء الله والناس اللي سبحان الله او مثل ما قلت وهذا ودومي اردد ان هذا المركز الصحي كل ما تصير له لو انت مريض تصير له شوف الله يطول عمركم ان شاء الله بتكون البرشه باذن الله. اول شيء بس الحمد لله على طيبه الدكاتره وعاملها الطيب الله يطول عمركم. شو اسم الدكتوره؟ الدكتورة مشاعل الروم. بعد عادل لي الله يطول عمركم استفاجئنا بنقل للدكتورة ما شاء الله ممتازة من الدكاترة الممتازة ما شاء الله. إلى عمت هي كانت في عيادة الممزر المركز الطبي وانتقلت إلى مركز المنخول ما شاء الله. حتى شوابنا مساكين يسنون عليها ما شاء الله متعدين عليها وما شاء الله. وهذا وعاد بعد ما أدري والله ما نعرف شو عاد الأسباب ولا يمكن شيء ظروف يمكن ترقية يا أخي يمكن ترقية مصبح بالعكس يمكن شيء يمكن ترقية. أقول كيف يمكن رقوها يعني الله يزيده بالعكس. آمين يا الله. هذا سبحان الله سبحان الله دعاوي الناس الطيبة الحمد لله. شوف أم صبح نحن دائما نقول يعني على قد ما تعطي على قد ما رب العالمين بيرزق يعني عرفت الواحد يتوكل وكلهم متميزين والله ما في استثناء صحيح. لأي دكتور ولا دكتور صحيح. الله يطول عماركم بالعكس ما شاء الله عليهم كلهم يعني عشان شيء من منبركم الله يطول عمركم الطيب والإنسان اللي الخلوق والإنسان اللي عامل زين يجازى بالإحسان الله يطول عمركم صحيح. ومن هالمنبر ترى عشان قلنا لكم من أولها سعادة وإيجابية كلكم تراكم ما تقصر عمرك. مشكور يا مصبح على هذه الرسالة. شكرا الله خير والله يسعدكم إن شاء الله. شكرا شكرا. شوفي الإنسان الإيجابي حتى صوته حتى طريقة كلامه من صبح علينا حسيت في تحسين أن هذا الإنسان عنده طاقة إيجابية يبغي يوزعها على الكل بالفعل يعطي هذا الإيحاء. الآن نرجع لموضوع الدكتورة كان يتحدثون عن سرطان الثدي على السريع شو ممكن نرد عليهم؟ أو في حد كان سأل شو أعراض المرض؟ طبعا أعراض المرض تكون بالعادة هناك إحساس أنه في ورمة في الثدي تكون ورمة بالعادة صلبة ما تكون لينة وأحيانا في تغيرات على السطح في إحمرار في تجاعد في تغيرات معينة تكون موجودة على الثدي هذا يدل. بس مرة أخرى دائما إحنا نقول ليس كل واحد من هالأعراض معناه أنه في سرطان. في وايد حريم لما بس الأفضل أنه يفحص يفحصون لازم تيجي العيادة ونفحص. لا تخافون محمود إحنا بنفس رسالة توعوية للنساء ما نخاف. في نساء وايد تقولك لو ما سرت أحسن ما أعرف. لا الأحسن تعرفين ونفحص وتعرفين مبكرا أحسن من التأخير. رقم 2 كان كيف يصيب الرجل أعتقد بالعامل الوراثي. العامل الوراثي سرطان الثدي مهم جدا 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 سواء كان عندك رجل أو امرأة في العائلة من درجة الأولى كان عنده سرطان في الثدي الرجل لازم ينتبه للتغيرات اللي ممكن تستوي. وآخر سؤال سامحوني ما أتذكر. الأم بعد الرضاعة تشعر بألم في الثدي هل هذا شيء طبيعي؟ لا طبيعي جدا جدا ما يخوف. لا تحاتون آلام الثدي خلال الرضاعة وايد طبيعية. الكرة اللي تحسينها وايد طبيعية يكون في حليب لا تحاتون هذا شيء جدا طبيعي. ولكن لزيادة الاطمئنان مروا العيادة حياكم الله حتى لو تموتون البرشة عادي. انزين كل كم فترة لازم تفحص على الورم الحميد؟ الورم الحميد. الورم الحميد هل ممكن في شيء اسمه ورم حميد؟ نعم هناك ورم حميد وهناك ورم خبيث لان بالانجليزي محمود اسمه لمب. اللم معناه ورم. يعني انا اتذكر مره استضفت احد الاطباء قال لي ما في شيء اسمه حميد وخبيث. في سرطان وفي ورم ولكن
في الترجمة الصحيحة من كلمة لامب بالإنجليزي لامب معناه ورم، بس اللامب ممكن يكون حميد ممكن يكون خبيث، بس هي اختلاف مسميات يعني لا 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 يفسد الود قضية مثل ما نقول. أنا تخفي كلام الدكتور. شكرا. كلامك. الورم الحميد هل ممكن يتحول لخبيث؟ في نسبة ضئيلة إنه يتحول لخبيث، نعم نسبة ضئيلة جدا. كم متى لازم تفحصون؟ يعتمد على الورم الحميد اللي عندكم. لما تكون مثل ما قلنا اكتشفتي في ورم، رحتي للعيادة قالت لك الدكتورة ورم حميد كل 3 شهور إلى 6 شهور، أو في حال وجود أي متغيرات. الدكتورة بتقول شو الكلام 3 إلى 6 شهور، في أو في حال وجود أي تغيرات بعد أسبوع بعد شهر صار تغير، ترجعين العيادة مرة أخرى. لن خاف، لن نقول لو أنا سرت لو قالوا سمح الله في سرطان ممكن يصير فيني، لا تعالوا العيادة نفحصكم وبعدين نعطيكم التشخيص وعلى أساسه نأخذ القرار الطبي. شكرا. عفوا. سؤال تكفى، إذا في ورم حميد هل ممكن يتحول لسرطان؟ جاوبنا على هذا. جاوبنا زلنا عادة مرة ثانية، أو أنتوا عيادة البرشة لعدال برشة مول أروم أي مشي. حياك يلا حياك الله. شو عنا نرجو منع بيع مشروبات الطاقة بالجمعيات ومحال بقالة ومحطات تزويد البترول. يعني هذه رسالة إن شاء الله، يعني هذا شيء نتمناه نحن. صحيح. بس الحين بيزيدون الضرائب عليهم أعتقد على مشروبات الطاقة. يعني هذه شغلة زينة، فلا تشربون عشان ما تخسرون بيزاتكم. عشان يهتمون في صحتهم. إيه. مو عشان ما يخسروا بيزاتهم. هو ترى الواحد يهتم صحته، إمكان رخيص ولا غالي ما بيشتري، ولكن في ناس لازم تزيد عليه الضريبة عشان تحس إنه تقلل منها. أنا أميل إلى موضوع التوعية أكثر. ممكن محمود صحيح. كذا خلصنا الأسئلة اللي موجودة عندكم. نذكر بأرقام التواصل 600-551-414 وعن طريق رسالة نصية على 4006. والحين ما نتكلم عن نظام اللياقة الطبية والصحية والصحة المهنية الذكي اللي هو سالم. صباحك الله بالخير أستاذ ميس البستاني، مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي. صباح النور والسرور. عاد سامحين الحيابين تنول الصبح معانا، ولكن يعني نظام جميل في الكثير من المميزات، في الكثير من الأمور اللي الواحد ممكن يتعرف عليها. طبعا هذا النظام سميتوه سالم، صار أخو سلامة الملف الطبي الإلكتروني عندنا وانتو عندكم سالم، وإن شاء الله الجميع يكون في سلامة إن شاء الله. فأول شيء نعطي نبذة عن شو نظام سالم، وايد أسئلتنا شو يعني نظام سالم وليش اخترته سالم. إنزين، سالم هو نظام اللياقة الطبية والصحة المهنية، هو نظام جديد كليا تم إجراء أتمتة كاملة في العمليات الداخلية والخارجية، ويعتبر سالم هو نقلة نوعية من النظام القديم إلى النظام الجديد. طبعا سالم هو إجراءات تسجيل الحصول على خدمة اللياقة الطبية للحصول على شهادة الفحص الطبي أو شهادة الصحة المهنية المرتبطة بالوظائف التخصصية أو ما قبل التوظيف. النظام الجديد هو نظام جديد كليا النظام القديم، تم اختصار خطوات التسجيل واختصار خطوات أخذ الخدمة بشكل كبير جدا. يعني حاليا مثلا المتعامل ممكن يلجأ للمكاتب الخدمية أو حتى المكاتب الخدمية المتواجدة في جميع مراكز اللياقة الطبية، أنه يكون في خطوة واحدة فقط يقوم بإجراء التسجيل والدفع وأخذ الخدمة في نقطتين فقط اللي هي المختبرات والأشعة، وصولا إلى استلام إشعارات النتيجة النهائية سواء إذا كانت لائق طبيا، وإذا كان الإجراء غير لائق طبيا بيتم التواصل أيضا عن طريق الإشعارات لإبلاغه بالحضور للمركز لاستكمال إجراءات الترحيل أو الفحوصات الإضافية. ممتاز، نحن نأخذ هذه المداخلة منو معانا. ألو صباح الخير. صباح النور. هلا أخوي تفضل. كيف الحال وشلونكم طيبين؟ بخير الله يسلمك أخوي محمد تفضل. الله يسلمك. ألت أنت لما تتكلمين عن عيادة البرشة يعني بكل صراحة من أطبائها وممرضيها ما يقصرون مع أي واحد. ما تقصر. يعني مش مجاملتها فيك لكم والله صدقيني، خصوصا عندك هذا الممرض اللي يسمونه رومل عندكم. إيه رومل، رومل الممرضين القدامى. يعني صراحة أحسن من الدكتور يعني يداول جرح. بخبر رومل الحين. يلسم في البيت. وعندش الممرضة مارية مو جالسة سنوية ظني تقريبا. هم كلهم إن شاء الله يعني شوف محمد. نحن دائما شو نقول؟ نقول صراحة لما تزورهم يعني أنا مش من البرشة. أنا من نادي شبه، لكن لما أزور ما يقولك لا أنت ليش جاي هني؟ عرفت؟
ما يردونك. أوه شكرا لك. مجال الناس الدجال. اي نعم. ما تقصر اخوي. على العموم جزاكم الله خير ونشكر البرشة وكل من فيها ان شاء الله. نشكر هيئة الصحة كلها. زين. وياهم. والبرشة خصوصا. وياهم. ما تقصر اخوي محمد، اشكرك لك رسالة ايجابية. شكرا. مرحبا ميسان. حن نرجع لموضوع سالم، تكلمنا عن هذا المشروع اللي إن شاء الله سوف يسهل الكثير على العملاء. الآن نتكلم عن مراحل الإعداد لهذا النظام الحيوي، نحن وين واصلين وين رايحين؟ تم تنفيذ المرحلة الأولى في شهر 6 الماضي كمرحلة بايلوت، اللي هي مرحلة الاختبار اللي نشوف فعالية النظام وقابلية النظام لاستيعاب أكبر عدد من المعاملات. ممتاز. وبالإضافة نشوف شو تحديات التطبيق الأولى. حاليا جميع المراكز تعمل بنظام سالم. ممتاز. جميع المعاملات يتم تسجيلها خارج المركز عن طريق نظام سالم. اختيار الباقات كلها عن طريق نظام سالم. طبعا باقات الخدمة ربطناها بالمدة الزمنية لإصدار نتيجة الفحص الطبي، يعني ما بيكون في أي تدخل مثلا طلع لي الشهادة قبل بوقت، لا احنا ربطناها بالضبط. الخدمة العادية 5 أيام عمل، خدمة 24 ساعة خلال 24 ساعة، 48 ساعة، وخدمة 4 ساعات. ممتاز ممتاز. دكتورة تفضلتي سألتي سؤال عن ليش اخترنا اسم سالم. سالم هي كلمة محلية تطلق للتمني عن والصحة والعافية من الأمراض والآفات. طبعاً إحنا شغلنا يختص بفحص جميع المقيمين ضد الأمراض المعدية اللي هي تشكل خطراً على الصحة العامة، فهذا صحيح. هو كان سبب إطلاق سالم، يعني هي للتمني أن الجميع يكون بصحة وعافية إن شاء الله يا رب. هل هنالك مراكز خاصة للمسنين والمقعدين على السرير حيث أنه يصعب أخذهم إلى أي مركز عادي للفحص الطبي؟ نحن نعطي خصوصية لتلك الفئة. حاليا نحن طبعا نحن نرسل لهم الخدمة في أماكن تواجدهم في حدود إمارة دبي بدون ما ناخذ عنهم تكلفة إضافية، هي فقط تكلفة الفحص الطبي، ولكن الفريق اللي عندي متعاون جدا خاصة مع تلك الفئة. والله هذه خدمة يعني ما شاء الله فايف ستار. صح. نطرش لهم الخدمة الصراحة. جزاكم الله خير. بالعكس هذه أشياء يعني تزيد السعادة عند المتعامل. هذا واجب مجتمعي يعني. صحيح. بالنسبة لتلك طيب الفئة. في حد يقول زين يبتو حد أنا كانت عندي خدامة اكتشفوا أنها حامل لين اليوم ما طرشوا التقرير عنها، كم مرة اتصلت ما حد عطاني حل، للعلم الخدامة سافرت. ايش التقرير كان تبا يعني؟ الحمل هي حالة صحية وليس مرض. بالعادة طبعا القانون ما قال ان الخادمة ترحل، ولكن نحن نعطي الاختيار للكفيل اذا هو حاب انه يرحل الخادمة او لا، نعطي شهادة ان هي she is not fit to work، غير لائق للعمل، ولكن لا تكون ما تكون غير لائق طبيا، هي تكون غير لائق للعمل إنه يوديها المكتب ويغيرها. بالضبط. ولكن يعني إذا ما حدا تواصل وياه من عندنا فيمكن يكون في مثلا يعني تقاعس، أو مثلا يكون في شيء استوى عندنا يمكن ما تواصلنا وياه بطريقة صحيحة، هو ما رد علينا بالهاتف. يعني احنا بعد نقول على رقم يعني معين ممكن إنه هو يعطي رقمه، يخلي الرقم نحن بنتواصل وياه. المشكلة هني على السوشيال ميديا صعب، يتواصل بس خليه يتواصل ويا مركز المحيصنة المبنى رقم 7 أو يتواصل ويا الأخ محمد صالح مباشرة. ممتاز. طيب بالنسبة لخدمة كبار السن يسألون للمقيمين وين يتواصلون مع منو؟ غالبا يتواصلون ويا الأخ محمد صالح أو الأخت ماجدة ويتم إجراء الترتيبات. ممتاز، شكرا لكم. ما كنت أدري عن الخدمة، أكثر من شهر يمكن الحين شهر ونص يمكن الخدامة؟ أي على موضوع الخدامة رقم الخدمة للمنازل أرجوكم. قالت الدكتورة سؤال عن دول مجلس التعاون الخليجي، أنا سمعت أن الرسوم تكون مجانية لمواطنين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الأخبار، فهل فعلا تطبق هالقرار في الهيئات والجهات ولا بعده؟ الآن بالنسبة لي أنا السؤال أعتقد بعيد شوية عن موضوع اللياقة الصحية، موضوع التلقي العلاجي إذا أنا مو بغلطان. المواطن الخليجي المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي بالتحديد يعامل معاملة المواطن الإماراتي في العلاج. صحيح. المقيم ها المقيم لازم تكون مقيم. صحيح. خلاص سافرت الخدامة، يلا الحمد لله افتكيت الله يسهل دربها ويعوضكم واحدة أحسن. انزين بالنسبة حق الخدامة يعني من الإكسبرينس اللي عندي أنا خدامتي كانت حامل خليتها عندي لمدة 6 أشهر، البارحة غادرت
يعني خليتها تشتغل عندي في البيت وهي حامل. انزين. يعني في النهاية مو الحمل يعني مثل ما قلت غير لائقة للعمل، ولكن ليست غير لائقة طبيا. هو يرجع الأمر للكفيل. يعني أنا خليتها عندي لأن أعرف إن هي يعني خادمة وظروفها الأسرية طبعا يكون في عناية، يكون عندها الشغل يكون أقل عن غيرها. صحيح. وخليناها البارحة تسافر على أساس إنه يعني خلاص يعني في شهر السادس. عموما هي حالة يعني صحية فقط يعني وليس مرض. جميل. نحن ما نطلع فاصل الأستاذة ميسة، بعد الفاصل متواصل وما نرد على أسئلة الناس وما تعرف أكثر على نظام سالم، وأيضا مبارك لكم افتتاح مركز الجي ال تي، مركز شو، أبراج بحيرات جميرة. أبراج بحيرات جميرة، مركز ضخم جميل، يعني يعطي رؤية مستقبلية للخدمات التي سوف تقدمها هيئة الصحة بدبي والتسهيلات اللي والاستعدادات كذلك. أنا وجهة نظري لاستقبال إكسبو 2020. فاصل، بعد الفاصل ما تواصل. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مع مسلسل دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي، وأرقام التواصل معنا بسرعة دكتور 600551414 والرسائل نصيحة على 4006 وموجودين لايف على كاونت نور دبي وهيئة الصحة بدبي. لو قلنا بسرعة ما بيلقطون الرقم يا محمود. لا أنت تبغين الصدق، أنا يوم قلت لك بسرعة أنت تكلمتي شاشة، أنا لو ساكت أنت روحك تتكلمين بسرعة ما شاء الله. عفوا استاذة ميسة البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي موجودة معنا ومستمرة معنا حياك الله. توقفنا عند موضوع وايد أسئلتنا من قبل الناس على موضوع اللياقة الصحية بشكل عام. نحن تكلمنا عن سالم وفوائد سالم، تبغين تضيفين شيء عن موضوع سالم استاذة ميسة ولا ندخل في أسئلة الناس؟ ممكن ننتظر أسئلة عن سالم إذا في أي سؤال عن سالم بعد هذا. إذا بفحص الورم في أي مستشفى أقدر أتوجه له في الإمارات؟ الورم أو شيء يروح العيادات المراكز الصحية. اتصلت محيصنا قالوا ما نعرف عن خدمة المنازل. أستاذ ميسة ردت قالت إنه الخدمة حاليا غير معلن عنها. أنت أعلنت هي خلاص موجودة عندنا. فيتواصلون مع أستاذة ماجدة الميزة. هي نعم، والسيد محمد صالح. والسيد محمد صالح ممكن إذا طلبتوا المراكز الصحية ممكن تطلبون ماجدة أو عن طريق مركز الاتصال في الهيئة. أي مركز الاتصال. بعض الأشخاص يفحص خدمة 5 أيام وبعد يوم يصير عنده ظرف، هل يقدر يطلع النتيجة بسرعة حتى لو في دفع رسوم إضافية؟ يستوي نسوي أبغريد حق الباكج يدفع عند المراكز الخدمية ويستلم النتيجة خلال المدة الزمنية اللي هو حددها في الباقة الجديدة. مشروع سالم من أفضل المشاريع باللياقة الطبية، قلل الوقت للموظف والمتعامل. نعم. زين. في ميسة البستاني أم ومديرة وإنسانة ناجحة لا تفي الكلمات حقها، وإلى الأمام دائما ونجحت أكثر بإذن الله تعالى. شكرا. جميلة القلب والقالب. يا سلام يا سلام مديرة. هذا خزمان. عشان قلنا الصبح طرش وشكر. أشكركم على التفاعل الجميل والله. أشفلفل. أشكركم. أشفلفل. زين. آلية العمل في نظام سالم ورحلة المتعامل نبغي نتعرف عليها. نظام سالم يعتبر نقلة نوعية يتم الخدمة فقط في 3 نقاط نسميها تاتش بوينت. النقطة الأولى من خلال المراكز الخدمية حاليا، طبعا بيكون في 2018 إجراءات جديدة بتكون يعني قيمة مضافة للمتعامل، بالإضافة إلى النقطة الثانية أخذ الأشعة وبعدين أخذ نقطة اللي هو إعطاء عينة الدم. 3 نقاط ممكن تتم داخل جميع المراكز. ممتاز. يعني أنه يلجأ حق المكاتب المعتمدة خارج المركز اختياري طبعا، أو أنه يصير في المراكز المعتمدة داخل مراكز الخدمة. وتكون الخدمة كلها في مكان واحد. يعني مراكز الطباعة موجودة إلى الآن دورها موجود. احنا ما نسميها مراكز الطباعة، احنا نقول مراكز خدمية لان رفعنا من مستوى المراكز اللي اخترناها تكون هي مراكز خدمة تعكس الواجهة الحضاري لإمارة دبي. ممتاز. تعكس جودة الخدمة وراحة المتعاملين. نبغي نقلل من رحلة المتعامل، يعني احنا يهمنا في هيئة الصحة ومن اولوياتنا اللي هو المتعامل. صحيح.
المتعامل نحن نبى راحته، نقلل من وقت الانتظار، وقت أخذ الخدمة، نوفر الخدمات كلها تحت سقف واحد على أساس أن الخدمة تكون متوفرة في نقطة واحدة فقط. ممتاز. دون الانتقال من مكان إلى آخر. هذا هو طبعا مهم، تقصير رحلة المتعامل. المتعامل من حسب رؤية الشيخ محمد راشد أنه توصل الخدمات إلى منزله، وحتى ما يضطر يكون في أكثر كذا تاتش بوينت. فأنتوا بهالطريقة اختصرتوا رحلة المتعامل الطويلة إلى 3 تاتش بوينتس أو مناطق اتصال بينكم وبين المتعامل. نعم. بعد ما كانت عدة نقاط اتصال، فهذا طبعا شيء وايد جميل. طبعا نظام سالم يعتمد على سحب المعلومات من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. المراكز الخدمية، يعني موظف المركز الخدمي لا يقوم بإدخال أي بيانات، فقط تحديث رقم الهواتف والبريد الإلكتروني اللي عن طريق اللي عن طريقهم بيستلم هو إشعار النتيجة. ممتاز. ما في طباعة أوراق حتى، وهذه دقة في المعلومات بالضبط. أكثر هي تطابق 100% في البيانات الموجودة عندنا والبيانات الموجودة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بالإضافة لإرسال نتيجة الفحص إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. ممتاز. معناته أن المتعامل يتأكد أن النتيجة توصل هناك. في النظام السابق أحيانا يكون في إدخال خطأ، حتى لو كان حرف واحد في الاسم، معناته أن يكون في عدم تطابق في البيانات. هذا كان يعرقل من إرسال النتيجة. صحيح. صحيح. حاليا البيانات مطابقة 100%، ترسل وهو يستلمها عن طريق الإشعار ويتم إجراءات الإقامة. يعني دقة في البيانات وسرعة في استخراج النتائج. بالضبط. يعني نظام جميل جدا. نحن بعد كذلك احتفلنا معاكم مع اطلاق سالم بافتتاح مركز الجي ال تي، خبرين عن هذا المركز والامكانيات اللي فيه. مركز ابراج بحيرات جميرة يعتبر ثاني مركز، يعني ثاني اكبر مركز بعد مركز المحيصنة. مساحته تقريبا 30,000 قدم مربع. قسمنا المركز الى مركز لياقة طبية ومركز صحة مهنية. مثل ما أنتم عارفين نحن أخذنا الخدمة من أخواننا في بلدية دبي، فالهيئة كانت يعني لازم تستعد لأخذ الأعداد المتوقعة وزيادة الأعداد لهذه الخدمة. ممتاز. حد يسأل هل الفي آي بي متوفرة جميع الأوقات أو أوقات محددة؟ متوفرة في جميع الأوقات، ولكن لازم هو يتأكد أنه يوم بياخذ الخدمة مالت الفي آي بي، يعني إذا كانت مثلا خلال 4 ساعات، لازم هو يكون جاي المركز قبل استلام النتيجة. يعني مثلا إذا المركز كان يغلق الساعة 9، غير منطقي أنه هي الساعة 9 ويقول قبل النتيجة عقب 4 ساعات، لأنه بيكون صحيح. في بعض الإجراءات أكيد. يعني موظف أكيد. موظفين المختبر أكيد بيروحون. فهو يكون يعطي مجال للموظفين لإتمام، يريد الصبح أحسن حل ويقدم على نظام الـ4 ساعات، يعني الوقت اللي يناسبه، ولكن يعطي مجال شوية حق صحيح. الموظفين أنهم يخلصون إجراءات الحصول على النتيجة. طيب كم عدد مراكز اللياقة الطبية؟ خلينا نتكلم عن عددهم دكتور أستاذ ميسا، وأيضا على التوزيع الجغرافي لها. حاليا تقريبا العدد 16 مركز متوزعين جغرافيا في جميع أنحاء إمارة دبي، في مراكز رئيسية ومراكز تتبع المناطق الحرة وتكون هي خاصة فقط لعملاء ومراجعين المناطق الحرة. المراكز جميعا متوفرة على حدود إمارات دبي والمناطق الخارجية والداخلية. حاليا الهيئة بعد عندها خطة توسعية لإنشاء مراكز ضخمة لاستيعاب أكبر الأعداد في مكان واحد. ممتاز. عندنا سؤال محمود؟ عندنا وايد أسئلة من المستمعين. من المستمعين خلينا نشوف. خدمة الفحص الوظيفي هل متوفرة في مراكز اللياقة؟ ها سؤال مهم نسأله احنا دائما في العيادة. البري امبلويمنت اللي هو فحص ما قبل التوظيف موجود حاليا في مركز أب تاون مردف وفي مركز أبراج بحيرات جميرة. وفي ثمن يون العيادات يسألون عن الفحص اللياقة الطبية للنوادي أو للكليات أو للسفر برا مع الحملات، موجودة في مردف أيضا؟ موجود عندنا في أب تاون مردف وفي مركز أبراج بحيرات جميرة. ممتاز. طيب السلام عليكم ورحمة الله، أنا يعقوب حبيب يرجى الاتصال للأهمية، اتصلوا فيك الجماعة يا يعقوب وما قاعد ترد على التليفون. في سؤال يقول هل تقبل إقامات الإمارات الشمالية؟ ولا فقط ما فهمت عليه، يعني اللي يبغي يقدم على إقامة مثلا في إمارة الشارجة ولا إمارة عجمان يقدر يفحص؟ على حسب قانون مجلس الوزارة الجهات المعتمدة لإجراء اللياقة الطبية هي الهيئات الحكومية ووزارة الصحة، فمعناته أنه حتى لو كان هو من أي إمارة أخرى هو طبعا الفحص يقدر معتمد طبعا في وزارة الداخلية، يجون عندنا ويسوون الفحوصات ويأخذون الشهادة وهي معتمدة في كل إمارات الدولة.
جميل. استاذه مس بعد في من الاسئله تكرر دائما عندنا في العياده، فحص اللياقه ما قبل السفر، يبي يسافر يركب الطياره يقولك اعطوني نفت ان اسافر، موجود هل عندنا. موجود عندكم؟ موجود عندنا في أبتاون المردف. ممتاز. نعم. حتى للحوامل والحوامل لازم تجي للطبيب النساء، اي شهاده صحيه لاي غرض نحن نصدرها. ممتاز ممتاز. اي شهاده صحيه لاي غرض تصدرونها؟ نعم. يعني حتى لو الواحد يبغي بس يفحص، بس ممكن يعني نسوي له الفحص، لكن هو يعني شرط انه يكون له غرض من هاي الشهاده. اه صحيح. يعني لجهه معينه بتروح. نعم ممتاز. انزين هل شيء يقول المراكز اللي 24 ساعة كم مركز؟ يقول ويقول في أبوظبي غير معتمد، في أبوظبي في عندهم أظني إن شهادات اللياقة الطبية أتوقع يقول أبوظبي مو معتمد؟ هو على حسب قرار مجلس الوزارة، يعني هي شهادة معتمدة، ولكن يمكن أبوظبي عندهم آلية داخلية يعني تخصهم. صحيح. يعني على حسب الجهة. على حسب الجهة. طيب المراكز اللي 24 ساعة كم مركز؟ نحن مراكز اللياقة الطبية في عندنا مراكز 24 ساعة. عندنا مركز المحيصنة. مركز المحيصنة هو مركز 24 ساعة. أيضا عندكم خدمة جميلة نسيت أذكرها. تواجد. إيه خبرينا عن هذه الخدمة. خدمة التواجد هي خدمة الموبايل سيرفس، طبعا هي نقدمها في حدود إمارة دبي، الباقة من شخص إلى 70 شخص. نرسل الخدمة لأماكن تواجد العملاء وناخذ عنهم الفحوصات الطبية، وترسل النتيجة عن طريق الإشعارات الذكية عن طريق نظام سالم. جميل. يسأل بطاقة ثقة أبوظبي معتمدة في المستشفى الحكومي بدبي، المواطنين يون يتعالجون عندنا في هيئة الصحة بدبي مجانا. يعني أي مواطن في دولة الإمارات يتعالج عندنا مجانا، اللهم لك الحمد. أيضا بالنسبة لبطاقات التأمين يا جماعة الخير، ارجعوا إلى شو يسمون اللستة هذه، البوليصة التأمين، إيه للبوليصة وللقائمة، قائمة الأماكن اللي يتعالجون فيها، وشوفوا النسب المحددة من قبل الشركة نفسها. صحيح. إذا عندكم تأمين. أفضل خدمة تواجد أهنيكم، هو كاتب أنهيكم بس هو يقصد أهنيكم. ما شاء الله الجمهور مستانس على الخدمات اللي قاعد تقدمونها سالم وتواجد، ممتاز. جزاك الله خير. طيب ميسة، يعني إذا في شيء نحن ما تطرقنا له تبغين تتكلمين عنه، يمكن نحن غفلنا عن شغلة. الأتمتة الداخلية لنظام سالم، جميع نتائج الفحص تجرى عن طريق قراءة البيانات ما بين الأنظمة دون أي تدخل بشري. معناته أن قللنا من الأخطاء البشرية. صحيح. بنسبة 100%. النتائج تصدر تلقائيا بدون اعتماد الشهادات، فهي من مبادرات سعادة الموظفين، تقليل الجهد على الموظف وإيجاد مسار وظيفي لتلك الفئة، يعني أنهم يركزون على المتعاملين وسعادة المتعاملين في المراكز، بدل ما هم يالسين طول اليوم يوقعون، مثلا كل موظف كان يوقع لما 1000 شهادة في اليوم، فكان إن شاء الله جهد كبير جدا على الموظفين. أنا أوجه لهم 1000 تحية، وصراحة موظفين إدارة خدمات اللياقة الطبية ما قصروا. شو اسمه شو يقولون، الغزال في عين أمه الغزال في عين أمه غزال. هي مديرتهم بعد لازم المدير اللي يشكر، المدير اللي يشكر موظفينه، موظفينه يكون من أنجح الموظفين، لازم تشكر. ها محمود بارك الله فيكم، لازم تشكر موظفينك. ها شو تبغين الحين دكتورة؟ نشكر، اشكر موظفينك بعد. يلا أنا بعد أشكر موظفي أشكر مركز البرشة، كل موظفي هيئة الصحة في دبي، وخصوصا في البرشة يشتغلون. زين واللي في البرشة الله يعينهم. اللي في البرشة يعني أشكرهم بزيادة لأن الله يعينهم. الله يعينهم. إيه والله على ضغط المتعاملين والشغل، يعطيكم ألف عافية. على ضغطك أنت. الله يعينهم. لا سولف طبعا. طيب أستاذة ميسة، يعني في بالنسبة لي أنا موضوع دقة البيانات والفحص هذا، هل هو يعني طبيا أقدر أقول عنه 100% صحيح؟ شو الأشياء اللي تنصحين قبل أيون يسوون الفحص هذا، شو المفروض يسوونه، شو الأشياء اللي لازم يتبعه الكفيل إنه يخبر المكفول عنده، أو حتى الشخص اللي يبغي يسوي هذه الفحوصات؟ طبعا يعني سرعة إجراء الفحوصات الطبية بعد استخدام أي عامل شيء ضروري جدا،
يعني أنا ما أنصحهم أنهم يتريون يختبرون هذا العامل صحيح. أو هذه الخادمة في المنزل يشوفون البرفورمنس في البيت شو زينة مو بزينة تعرف تشتغل ولا لا بعدين يودون يسوون يعني الفحص. أفضل أنه من سلامة اللي في البيت سلامة أكيد. الأسرة أنه بعد يلاحظ هاي الخادمة يوم بيبها من خارج الدولة وضعها الصحي يعني إذا كانت تعبانة مريضة فيها حمى أنا أفضل أنه على طول يراجع أي عيادة صحية أو أنه يبها عندنا المركز نفحصها على طول. أكيد الحمد لله من استلمت إدارة اللياقة الطبية تقريبا في 2007 لين اليوم لم تسجل أي حالة عدوى منزلية الحمد لله. هذا إنجاز يعني كبير لموظفين الإدارة. أكيد. أكيد. مشكورين على البرنامج الناجح جزاكم الله ألف خير. هذا جمال سيفي عندنا محمود أهلي يقول والنعم فيها مديرتنا مو مقصرة. أنا أقول أرجع حق دوامك يا محمود لا تتابع خليه يتابع ولا خليه يتابع مشكلة. أفضل شيء في سالم توصل النتيجة عن طريق الإيميل ما شاء الله في تطبيق لسالم بيكون في تطبيق قريب جدا إن شاء الله. إن شاء الله الشكر موصول لكم أم عبد الله. شكرا لك يا أم عبد الله. أنا موظفة في دائرة الصحة كنت أسوي الفحص الطبي للإقامة في المستشفى نفسه والحين قالوا أروح المحيصنة بعيد عني ولازم أخذ إجازة. ليش التغيير؟ هذه فاطمة محمد في عيادة الموظفين. أتوقع أن بعدهم يسوون في عيادة الموظفين بس في تقول في دائرة الصحة يعني عندنا في الهيئة صح اسمها هيئة الصحة مو دائرة الصحة. من الأشياء اللي تخليني أحب الأحد أني أقدر أسمع برنامجكم وأنا رايحة الجامعة بالتوفيق وهذا شيء يسعدنا والله. يعني الله يعينك علينا والله يعين اللي ما يحبنا دكتورة مشكلة ترى قاعدين نحن من الأحد ليل الخميس كل يوم كل, كل يوم, كل يوم. هذا مؤقت بخصوص شو أعتقد الموظفة ولا يعني النقل لمركز محيصنة يقولون مؤقت فاطمة في النهاية نحن أي شيء يخص الموظفين نحن نعطيهم أولوية يعني ممتاز. إذا كانت إدارة صحيح. المستشفى أو الإدارة العامة طالبين أن الخدمة تكون في مكان معين نحن ما عندنا خلاف عادي نسوي لهم الخدمة هناك ويصيرون طيب. تشوفون المركز الجميل مالكم ويتعرفون عليه وعلى الخدمات. هو تغيير يا جماعة تعرفون على المنشآت الأخرى التابعة للهيئة مو بس تنفي مستشفى مالي. انزين السلام عليكم. أهم شيء الدكتور صلاح الدين في مركز الصحي في البرشة. نحن يا جماعة الخير ترى أنتوا لا تأخذوا على كلام ندى تقول والله الشكر لمركز البرشة بس لا احنا نقول شكر للجميع. نحن نبغي ملاحظات دكتورة. نحن الشكر بعد يعني يسعدنا وكذا لكن إذا في حد ينبهنا على آليات العمل القصور اللي موجود صحيح. عندنا هذا شيء يسعدنا بعد كذلك أن نحن ممكن زين ليش الصورين يطلع صوت زين فممكن أنه بيساعد بشكل أو بآخر على تطوير الخدمات مثل الجماعة في اللياقة الصحية ما شاء الله عليهم دائما لما نخبرهم أن في ملاحظة أو في شغلة معينة يتجاوبون معاها بشكل سريع ويأخذون حتى إجراءات تصحيحية في هذا الموضوع. أكيد. جزاكم الله خير. في حد يقول راح نرجع نفتح عيادات الموظفين إن شاء الله. مشكورة يا فاطمة على هذا التعليق. أهم شيء أنكم شو مستقبلين أم عبد الله مديرتنا اليوم منورة. يا سلام ربي يعطيها الصحة ويوفقها. بشرة بين العلاقة الجميلة ما بين الرئيس والمرؤوس إن يشطرون الشكر. أنا هني أنا عندي علامة استفهام قبل لا أختم ليش الموظفين كلهم يتابعونا اليوم؟ اليوم ما مسموح الساعة هذه خلال صحة وسعادة مسموح عشان المديرين بريك مالهم ها؟ يدرون يدرون ها مشكورين يعطيكم العافية. لا والله ساعدونا حتى في الرد على المتعاملين جزاكم الله خير. هذا دوام ترى نحن نعد دوام مو باستراحة. أستاذ ميسى البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك هذا التواجد منك وتوفيق. شكرا لك. شكرا لك دكتورة ندى الملا ولا تقدرين تصوري ونحن ياسين نقدم البرنامج. لا معاكم ولا تحاتون. أنا صور بكاميرتي مو بعيوني. أوكي شكرا لك يا أميرة الإخفلي مشكورة ما قصرتي. يعطيكم العافية. شكرا لك يا أيمن سرحيل وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.